صباح الخير عليكم، يوم جديد وحظ جديد. اعرف برجك هيقولك ايه النهاردة. وهنبدأ مع برج الحمل. مهنيا افكارك سودة قوي النهاردة، حاول تسلك. عاطفيا حبيبك هتم في صباعك، ما تجيش عليه. التور مهنيا ارمي اللي فات كله ورا ظهرك وابدأ صفحة جديدة. عاطفيا يا مفتري ما تستغلش ضعف شخصية حبيبك. الجوزاء مهنيا حاول تغير من طريقة شغلك وبطل كسل. عاطفيا حط النقط على الحروف قبل ما حبيبك يضيع منك. السرطان مهنيا هتتحط في اختبارات صعبة، بس كل تأخيرة وفيها خيرة. عاطفيا علاقتك بحبيبك هتتصلح، العب يلا. الأسد مهنيا شخصيتك المميزة مع زمايلك هتخليهم يغيروا منك. عاطفيا حبيبك الأولاني راجع لك الأيام دي، وانت يتقول اه او لا. العذراء مهنيا ذكائك الزيادة بيحسسك بنظرية المؤامرة، بس الحياة أبسط من كده. عاطفيا بلاش تطلع عقد قديمة على حبيبك دلوقتي. الميزان مهنيا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، خليك انت أحسن منه. عاطفيا حبيبك بيعرف يتصرف لوحده، ما تتدخلش غير لو طلب منك. العقرب مهنيا يومك حلو يا جميل، طلع طاقتك الإيجابية في الشغل. عاطفيا بلاش تعطف وتلطف مع حد غير حبيبك. القوس مهنيا مديرك بيتكلك على الصين، كبر دماغك. عاطفيا ما تهزقش نفسك وبطل رمرمة عشان حبيبك هياخد باله. الجدي مهنيا عندك مشكلة بس ذكائك هيخليك تعرف تحلها. عاطفيا خليك جريء وقوله انك كدبت عليه، هيسامحك. الدلو مهنيا هترجع لك ثقتك في نفسك وهتحل اوضاعك المادية. عاطفيا استنى مفاجأة حبيبك ليك الايام الجاية، وانت وحظك بقى. الحوت مهنيا الفترة الجاية هتتكشف لك الوشوش كلها وهتشوف مين عليك ومين معاك. عاطفيا حبيبك بيستفزك عشان يقلب عليك الترابيزة، فكر في اجاباتك.